رحت لعند جوزي، اتصلت عليه عند رفيقتي، هي كانت حد البيت ساكنة. عيط علي وبهدلني وقال لي أنا بدي أتجوز وما بقى بدي إياكي. فرجعت مكسورة ببكي، رجعت قعدت هيك صفنت إنه شو بدي أعمل. حكيت حماتي، قلت له إنه شو ما بدك بعمل، مستعدة أرجع لوسيم شحاتة بأجره مثل ما بده، بس المهم أنا أرجع لابني. فهون هي شو حكتني؟ قالت لي أنا برجعك بس لو بضل بعمري يوم أنا حجوزه لوسيم، ما تفكري أنه أنت رجعتي يعني أنت مرت وسيم، أنت حتكوني لوسيم خدامة إله ولمرته اللي بدها تجي. قلت لها أنا ما عندي مشكلة، ما أنا هيك هيك ميتة ما عندي شيء، هذا حكيته بيني وبين نفسي، بس كان بيهمني التفكير الوحيد أنه أرجع لابني. رجعت، أجت من الباب، ما حكت لماما وبابا ما كان بالبيت. طلعت ماما فيني قالت لي إذا بتروحي بيك حيغضب عليكي، بتعرفي شو مصيرك. طلعت فيها قلت لها بابا ما عم فكر فيني، لو فكر فيني كان رجع لي ابني وما خلاني انزل اتنازل. هزت براسها، ماما من النوع اللي ما كان لها كلمة بالبيت، الكلمة كانت لبابا. فرجعت مع حماتي، أول أسبوعين ما كان ينام بالبيت، إنه هو عم بيربيني، عم بيزلني، إنه أنت رجعتي بغصب عني أنا ما بدي إياكي. ما كان فارق معي، بس كنت عم بعيش خوف كتير كبير، لأنه أنا كتير كان عندي فوبيا إنه أنام لحالي ببيت أو بأوضة. بس ما كان عندي مشكلة، كان ابني عم يونسني، قرب ابني مني نساني الوجع. من هداك الوقت قررت ما أرجع لأهلي ولا بأي شكل. خلصنا، رضيت بنصيبي بالحياة. بيك كان يضرب امك شيء؟ بابا ايه كان يضرب امك، كانت تسكت؟